وقبل ما أقول لكم على موضوع حلقتنا المهم جدا النهاردة، عندي سؤال لحضراتكم للأباء والأمهات اللي شايفيننا دلوقتي. لو عندك ولد أو بنت طفل صغير خالص من أول شهور ما ابتدى يمشي لغاية 3 سنين 4 سنين أو يمكن أكتر، لو وقع قدام عينك بتتصرف إزاي؟ فكروا معايا كده، تخيلوا المشهد اللي أكيد اتكرر. في ناس، في أم بتجري على ابنها يا حبيبي يا ابني وتجري عليه وتاخده في حضنها وتبوسه وتطبطب عليه، ومش بعيد تخبط الترابيزة أو تقول له يلا نضربها الترابيزة اللي عورتك دي أو الأرض اللي وقعتك دي، وتعلمه إزاي يضرب اللي أذاه. وفي أم أو أب تانيين ممكن يزعقوا لابنهم، بيزعقوا له برغم إنه وقع قدامهم، لكن هم عشان بيحبوه متخيلين إنه لأ أنا لازم أعلم ابني يجمد، فيقوم شاخط فيه، قوم ايه يعني اوعى تعيط انت راجل وهو طفل يعني. ولو بنتي يقول لها قومي في ايه يعني ما حصلش حاجه، وبيدعي ان ده نوع من انواع التعبير عن الحب وتحمله المسؤوليه. يا ترى انتوا مين في دول؟ هو الحقيقه ان انا اتمنى ان انتوا ولا تكونوا دول ولا تكونوا دول، لان الصح هو ان الانسان لما يشوف ابنه او بنته بيقع قدام عينيه يبين له مشاعر الحب والاهتمام، لكن ما يطلعهوش طفل سلبي، ما يكبرش سلبي، ما يجريش عليه ويشيله هو. فكل مره ابنك او بنتك هتقع هتبقى مستنياك انت اللي تيجي وتقومها. الصح انك كمان ما تبقاش عنيف معاها في وقت وقعها، فتعلمها المشاعر السلبيه الجامده. الإنسان الإيجابي هو اللي بيعلم ولاده من وهم صغيرين إزاي يكونوا إيجابيين. بطريقة بسيطة جداً هو إنك تبص لابنك وتقول له معلش يا حبيبي، اسند، أيوة، وتفضل تديله في النصايح حسب مراحله العمرية عشان تعلمه إزاي يقف لوحده من غير ما أنت توقفه، لكن في نفس الوقت تكون جنبه ومقدر ألمه ووجعه وتساعده، فتعلمه يطلع شخصية إيجابية، شخصية بتعرف تقف لوحدها وفي نفس الوقت ما اتحرمتش من المشاعر الحنينة والحب. باختصار القصة أو السؤال اللي بحكيه لحضراتكم دوت، أنا كنت قريته في كتاب وبيعلمنا إزاي نعلم ولادنا الإيجابية، ولأن حملتنا مستمرية معانا وحملة أنا إيجابي، فبطلب من حضراتكم أن أنتوا تشاركونا الحملة وتقولوا لنا بتعملوا إيه مع ولادكم عشان تزرعوا فيهم الإيجابية، تعلموهم ان هم ينضجوا ويكبروا ناس مسؤوله، ناس ايجابيه، ناس مش مجرد لو اتكعبلت في طريق حياتهم ووقعوا يقعدوا يعيطوا ويستنوا الايد اللي تتمد لهم او يندبوا حظهم لو ما فيش ايد اتمدت لهم. ازاي نقف جنب ولادنا ونعلمهم؟ ده سؤالي لحضراتكم النهارده، يا ريت تشاركونا حمله انا ايجابي.